اللي احنا هنعمله دلوقتي فهو وصفة ما فيهاش الطعم الحلو ده، تمام؟ فيها دقيق لوز، يعني لوز مقشر او مش مقشر، ني وما فيهوش ملح، مش محمص ومش مملح، وضربناه في الكبة او المطحنة لحد ما بقى دقيق ناعم خالص كده، ده من غير القشرة بتاعته عشان كده فاتح، اللي بيبقى معاه القشرة بتاعته بيبقى اغمق من كده شوية، والاتنين تمام. اوكي كده، دقيق لوز دول كوبايتين، تلت كوباية من بذور الكتان، دي بذور الكتان طحناها بنفس المطحنة وحطينا عليها شوية مية دافية. ليه؟ عشان اعوض الجلوتين. بصوا القوام اللزج ده، اللزوجة دي لتعويض الجلوتين، ده طبعا غير فايدة بذر الكتان. ان شاء الله في الحلقة بقى بتاعت البذور والحبوب ابقى اكلمكم شوية عن مميزاته. معلقة صغيرة بذور الكتان صحيحة، رشة ملح 4 بيضات، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، ربع كوباية من النشا، نشا الذرة، 6 معالق كبار من الزبدة المتدوبة، 1 معلقة صغيرة من خل التفاح، ممكن يبقى خل أبيض لو ما عندكوش خل التفاح، ربع كوباية من الزبادي اليوناني، لو ما عندكوش زبادي يوناني هتجيبوا الزبادي العادي بتاعنا وتحطوه في الشاشة شوية لحد ما يصفي ميته، وعندي شوية بذور بقى كتان للوش. حطيت البيض على بذور الكتان المطحونة اللي أنا عملتها بالمية وعملتها لزجة، حطينا البيض على بذور الكتان، أنزل بقى بالخل، الزبادي والزبدة. بصوا أنا عملت إيه هنا بقى، أخدت الزبدة وإيه خليتها كده إيه سايلة كده، يعني مش سايلة قصدي يعني ناعمة، ناعمة قصدي ناعمة، تمام؟ هنا عملنا إيه، حطينا الزبادي على البيض على خل التفاح على بذور الكتان اللي نقعناها في شوية مية صغيرين، اخد كل ده ضربة مع بعضه لحد ما ينعم. انزل عليه هنا، هخلط دقيق اللوز مع النشا معاهم رشة الملح، معلقة بذر الكتان صحيحة، بيكنج صودا مش بيكنج باودر، انزل بالتدريج واخلط اخلط اخلط. اميره ده مش قوام عيش ابدا. ايوه معلش، قوام العيش الجلوتين فري بيبقى سايل شويه. كل الناس اللي جربت الوصفات الجامده يعني الناشفه زي العيش العادي او هي ضافت عشان يبقى تاخد نفس القوام ظنا منها ان ده القوام الغلط، عارفه ان ده القوام الصح. اخد هنا بسم الله الرحمن الرحيم، اقوم نازله على الصينيه وادخل مده من 30 ل 35 دقيقه 180 درجه الحراره، الرف اللي في النص، ساوي الوش، حط شويه بذر الكتان على الوش ودخل الفرن وادعيلي. يلا بينا.